نخيط، ما نساعد بعضنا، من شو منقدر نسوي نسوي. بس واحدة نقوم هسه بخياطة مشان اخوتنا يقعدوا بخيمة جديدة، واللي اجى من مطرح بعيد يلاقي خيمة ويقعد فيها واهله وشهله. شو هذا اللي بيطلع بدنا نسوي لاخواننا اكثر من هيك؟ نطلب المساعدة من اي جهة كانت بتقدر تساعدنا، ونقول لهم يا عمي كثر خير. تهجير اهلنا بعقربه وكفر ناس مدينه العدس بالطيحه والحاره وكفر شمس، انشانا هذا المخيم لاستيعاب المهجرين والنازحين الذين جلسوا تحت الاشجار اكثر من يومين ثلاث تحت الاشجار، وما في حدا نظر لنا. واحنا قمنا هون هسه بهالمكان، هذا هو المكان، هو عراء وغير، بس لا حول ولا قوه يعني. احنا هون وبناشد احنا كل المنظمات الانسانيه والامم المتحده واهل الخير، انه بدنا نظره يا اخوه. احنا نظره لهالشعب، طلع هالشعب، انت شفت صور؟ تفضل. العالم قاعده بالعراء، والله صار لنا اكثر من 5 ايام يعني بسبب القصف الهمجي لقوات الايرانيه ونظام الاسد.